ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم وهو اسطوري، وكمان هنلعب لعبة بابجي، وده في النابي الجديدة انا محدثها تحديث تحفة تحفة وجامد بالمرة، يعني هيعجبكم قوي. حدثوها تحفة بالمرة. ماشي انزل هنا المكان ده جامد. واو حلو قوي، بس انا حاسس انه صعب. ده صعب، شكله صعب. هزيل العلامة. ماشي، هو صعب اهو، بس هتشجع كده. مش انا اللي هضربهم قبل ما يضربهم. الله شكل المركب ده ما شفتوش قبل كده خالص، ولا مرة شفته. في حاجات حلوة مش كده؟ فين؟ مفيش اسلحة. السلاح ده بكرهه. ماشي حلو. مفيش حاجة ليه يعني، مفيش حاجة حلوة. صح، لا طلعت حاجة، طلع في حاجة حلوة، بس هو في شوية حاجات حلوة وفي شوية حاجات وحشة. ده الزون قريب جدا جدا، لازم اهرب بقى عشان الزون. ابعد بقى يا زون. تعرفوا ان الزون ده في النبي الجديدة صعب جدا، ده بيموت، مش بيخلي حد يقدر يهرب. تبع الطلقات دي فبحب الشنطة بتاعتي في نصها، مش قادرة تستحمل. في شنطة هنا، انا بحاول اخد حاجة بسرعة. الحمد لله السلاح الحلو الجامد. شكرا على المكان ده، اداني السلاح الجديد. سلاحين جداد كده نزلوا، السلاح ده تحفة، اجمل من السلاح التاني. السلاح التاني بقى بيضرب 20 و30 و40 طلقة كده، يضرب تن 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 تن، مش حلو. مش بيضرب قوي يعني. شنطتي مش قادرة اشيل الطلقات بتاعت البتاع الوحش ده، ملهاش لازمة. ايه ده؟ والله جميل، حلو قوي، بس ازاي هخش يعني واخد الحاجات؟ من هنا مفهوش حاجة حلوة. واو، دي ودي، بحب القنابل قوي. هشوف فيه ايه. لا انا ما بحبهاش، مش بحبها. اركبها عشان امشي سريع. مش بعرف اسوق المراكب قوي. سريعة قوي. دي لو انا خبطت في حاجة تفرق من كتر سرعتها.
لا لا حد بيته حد بيته لا خد السلاح عربي ايه ده ده سلاح قوي واحد خالص ازاي بقى مع انه السلاح الجديد هجربه اخر مرة تمام هديله فرصة ده الاول عشان انا مش مطمن ان السلاح ده الاحسن ما يموتوش بسرعة واخسر انا مش مطمن خالص المركب بتاعي مركب يقعد عامل علامة كده وغلس قوي بصوا بقى بصوا استنى عايز اوريكم حاجة ايه ده بصوا الحتة اللي جنبي على الجنب دي هي دي مش عايزها مقلوبة هنا ماشي في اتجاه الزون ما فيش حد كده ليه ما فيش حد خالص ايه دي شكلها مصورة شايلة خشب بيبنوا هم بيبنوا بصوا بقى نط ما نفعتش الخطة كنت بفكر كده اللي انا نط عند الخشبة ما انا كل ده موت واحد كل ده وبس موت واحد ايه رايكم بقى في الحركه دي الحته دي ضيقه عدتها بالعافيه حركه حلوه مش كده اكيد يعني اخدها انا عندي كام منها واو حاجات حلوه عندي اربعه من البتاع الحمراء دي واربعه من الازرق المفروض بص انا مسميه حاجة ساقعة ماشي سموها بقى بالحاجة الساقعة هو في حاجات حلوة بس مفيش ناس ايه ده الدخانتي مش مكفية طيب ماشي بقى بس كفاية بقى اشرب اشرب واحد منهم ماشي مش محتاج اتش ايوه اتش الزون لا دي اهم حاجه اشيل دي بسرعه خدها اوبا جامدة الحمد لله خدتها ما لاحظتهاش نهائيا ما لاحظتهاش خالص الحمد لله بقى اني لاحظتها كنت شايفها اول ما لقيت الاتش هلس الاتش لاحظتها مال الزون مقلوب كده ليه مقلوب انا بقل بقوة انا ايه ده مين اللي عامل الدم اخضر مع اني ما عملتش الدم اخضر خالص ايوه الزون ثابت يلا اثبت ما تتحركش
بسرعة اجري بسرعة. اخيرا كنت هخسر لو ما كنتش واقف. الحمد لله. يا نهار ابيض، ناقص 7 وانا ما موتش ولا واحد، اللي هو واحد بس. يا نهار ابيض ده ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ ثابت. ليه بقى؟ ده احلى ثابت. ناقص عربية وهم شكلهم متجهين في الزوم. راحوا فين؟ غلسين. انتوا روحتوا فين؟ يا رب. اهم حد بيضرب كده، كان في حد بيضرب. لا بقى الزوم. لا موته. ماشي اللي بعديه. موت ده، موت 4. كويس كده. ناقص 4 برضه. انا موت 4 وناقص 4. الزوم كده بيقفل خلاص، يعني خلاص هي حتة صغيرة كده فكل الناس هتتجمع. بس السلاح ده تحفة. في حد هناك. السلاح ده بجد يعني انا عمري مش متخيل قوته. تحفة. ايه الحلاوة دي؟ وايه جمال القوة ده؟ ده حتى ما بيخليهمش يقعوا على الارض. تحفة وحلو. قلتنا 4 وما فيش حد تاني. يا رب 4 اصحاب مع بعض. شكل في 4 اصحاب مع بعض. باب مفتوح هنا. في ناس قريبين. انا هكسب، انا واثق ان انا هكسب. مفيش حد. انا شنطتي خلاص بقى مش قادرة. صح افتكرت حاجة. احدث القنابل. انا بصوا هسكت علشان اركز. دول 4 اصحاب مع بعض.
نسيت اخيرا بسبب سلاح بسبب احلى سلاح بجد البطولة دي كان خلاص والشنطة الشنطة اللي بتاعت الدم اللي مالتني على الاخر هي السبب انها تكسبني وكمان السلاح الجامد هو السبب برضو انه يكسبني رأيكم في الحركة دي بعد ما بكسب كسبت هي كسبت كسبت اخيرا الحمد لله موتت 7 يس كسبت بقى ايه تودي زعيم المكاسب كسبت ايوه كده هي دي البطولة هي دي البطولة يعني اسمها بطولة ازاي اكسب في مكان صعب للدرجة دي شو حد اسمه كيرولوس كده هو مش كيرولوس اسمه جون عريبي اسمه جون بس هو مسمي نفسه في بوبجي كيرولوس ماشي بصوا يا صحابي انا هقف لحد هنا علشان بطلتي لو عجبكم الفيديو عملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم بكل جديد مني علشان يوصل لكم كل جديد مني ماشي لو عجبتكم بطولتي اكتبوا لي في التعليقات ماشي سلام